بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. إن شاء الله النهاردة عايز أكلمكم في موضوع رهباني، وليكن عنوان هذا الموضوع الروتين في الرهبنة. الروتين في الرهبنة، كيف تتحول بعض أشياء في الحياة الرهبانية إلى روتين لا حياة فيه ولا فهم ولا فائدة. مثال لهذا كلمة أخطيت في الرهبنة، كلمة أخطيت في الرهبنة سهل جدا أن هذه العبارة تتحول إلى غطاء يغطى به أي خطأ لكي لا يحاسب الإنسان عليه. أي حاجة أخطيت عشان اللي قصاده يقول له طب خلاص الله يسامحك الله يحلك وخلص الموضوع وكأن شيء لم يحدث، لا محاسبة ولا معاقبة ولا توبيخ ولا إصلاح للشيء. من حد عاتبه، أنا قلت له أخطي، ليك عندي غير كلمة أخطي؟ وربما الشخص الذي يقول كلمة أخطأ لا يعرف في أي شيء هو أخطأ. متى يعرف إذا ذكر التفاصيل؟ أخطيت في كذا وكذا وكذا وكذا، وكلما يذكر التفاصيل بدقة كلما يكون جادا في كلمة أخطأ. من أجل هذا تتلف أشياء كثيرة أو تحدث أخطاء كثيرة أو يجرح شعور أي إنسان، والتلف يغطى بكلمة أخطأ والأخطاء تغطى بكلمة أخطيت وجرح شعور الناس يغطى بكلمة أخطيت وانتهى الأمر على هذا وكأن شيئا لم يحدث. يعني لا يفكر الإنسان وهو يقول هذه الكلمة في الخطأ وعمقه أو في محاسبة نفسه بطريقة جدية، ولا يفكر في من أخطأ إليه وكيف يصلح قلبه من جهته ويصالح قلبه من جهته. كل ما يفكر فيه إنه ختم على هذا الموضوع بكلمة سلام، وقفة موسيقية اسمها أخطأ بدل سلام، وانتهى الموضوع وخلص. ومفروض ان كلمة اخطأت في الرهبنة وهي من الاداب الرهبانية تدخل في عمقها وفي فهمها، يعني الانسان يقولها من قلبه ويقولها وهو جاد ويقولها وهو يعتذر فعلا ويقولها وهو نادم ويقولها وهو عارف معناها وعارف تفاصيلها، وتكون أكثر تأثيرا إذا ذكرت بالتفاصيل. يعني افرضوا مثلا أن واحد زعق ولخبط في الكلام وجيء الأخطيت، وربما تكون روتينية اللي قصادي يعرف أخطيت في إيه، لكن لو قال أخطيت إن أنا عليت صوتي، أخطيت إن أنا زعق، أخطيت إن أنا أزعجت هدوء الدير، أخطيت إن أسلوبي ما كانش فيه الأدب الكافي، أخطيت في كذا، أخطيت في كذا، أخطيت في اللفظ الفلاني اللي قلته أثناء تزعيقي، في اللفظ الفلاني ما كانش لائق، وفي اللفظ الفلاني ما كانش لائق، أخطأت في الحدة، في العنف،
يبان ان للي قصاده ان ده انسان جاد فيما يقوله والمسألة مش روتين. انا بقول الكلام ده علشان الانسان من بدء حياته الرهبانية يعرف كيف يتصرف. فاذا الراهب قال اخطيت على شيء وكرره كما هو يدل هذا على انه لم يكن جادا حينما قال اخطيت، لان كلمة اخطيت الجدية معناها شاعر ان ده خطأ وهيبطله. فاذا كرره كما هو يبقى لا شعر انه خطأ ولا بطل. كلمة اخطيت كانت ايه؟ كانت روتين، كانت روتين. ولذلك بيحدث في الدير ان كلمة اخطيت تفقد تأثيرها وتفقد معناها الروحي وتتحول الى كلمة روتين. وبالمثل يمكنني ان اقول عن المطانية في الدير. لكلمة مطانية ميتانويا يعني توبة، معناها توبة. فهل الإنسان بيقدم توبة فيما يضرب مطانية؟ والمطانية عملية سجود، والسجود يحمل خضوع واحترام وتذلل. فهل اللي بيضرب مطانية بتكون عنده كل هذه المشاعر؟ أم تتحول المطانية أيضا إلى روتين مثل كلمة أخطيت، وخصوصا لو كانوا الكلمتين مع بعض؟ يقول أخطيت ويضرب مطانية، ولا يقصد المطانية ولا يقصد أخطيت، هو روتين. الرهبانة قالت له يعمل كده فبيعمل كده دون أن يقصد ودون أن يهتم بما يفعل. لو كان الرهبان يدخلون إلى عمق المطنية وهم يؤدونها لكانت تحدث تأثيرا عميقا في القلب، لكانت تحدث تأثيرا عميقا في القلب. لذلك فإن العلمانيين الذين لم يتعودوا على المطانية ولم يدخلوا في روتينها، إذا واحد فيهم ضرب مطانية تعمل تأثير عميق يكون جد جدا، واللي قصاده بيتهز منه. ليه؟ لأنه شاعر إن دي جادة ولها عمقها، أقصد في مجال المصالحة مش في مجال الاحترام. إذا ما الراهب تحولت حياته إلى روتين يفقد كثيرا من روحياته ويفقد كثيرا من حرارته ومن جديته، يصبح بتاع شكليات. وبالمثل يمكن أن نقول عن عبارة حللني وسامحني والله يحلك والله يسامحك. كل واحد بيقابل للتاني يقول له حللني وسامحني، يقول له الله يحلك والله يسامحك. وربما هذه العبارات بتقال كأنها عبارة تحية أو مجاملة، يعني أو عادة اتعودنا نقول كده دون أن ندخل إلى أعماق العبارة ولا إلى معناها ولا مفهومها. زي كثير من التحاليل العامة الواحد بيحن راسه ويسمع التحليل
ولا هو اعترف بخطيته ولا هو نادم على خطيته، وهو يعني ما دخلش العمقه. لكن لو يكون في وقتها جاب وفي وقت قراءة التحليل بيعترف بخطايا معينة وهو ساجد وداخل في عمقها وشاعر بالنعمة اللي بياخدها، تبقى ليها معنى تاني. زي مثلا بعض عبارات الصلاة في القداس التي يقولها الناس كروتين دون أن يدخلوا إلى أعماقها، زي ما قلت للبعض في يوم من الأيام، قلت لهم هناك طلبة يقولها الشماس كروتين ولا يسمع له أحد ولا ينفذها أحد وكأنه لم يقل شيء، زي بعض المجمع لما بيقول القارئون فليقولوا أسماء آبائنا البطاركة الذين رقدوا، وطبعا لا هناك قارئون ولا ناس بيقولوا أسماء آبائنا البطاركة ولا حاجة أبدا، لكن روتين تعود أن يقوله الشماس وتعود الناس أن يسمعوه ولا يناقشوه ولا يفهموه ولا ينفذوه، بيقولوا كده مفيش حد بيعمل حاجة. دي تورينا ما هي الجدية في الصلوات، لأن بعض صلواتنا بتتحول أيضا إلى روتين، زي الكاهن ما يلتفت في القداس إلى الشعب ويقول إريني قاسي ويرسمهم بالصليب وهو بيقول السلام لجميعكم، ولا ندري هل في قلبه فعلا ليعطي سلاما للناس وبركة للناس، أم هي حركة طقسية تعود عليها وعلى أدائها في روتين دون أن يفهم ما يقول أو دون أن يقصد ما يقول. الكاهن اللي يقول هذه العبارة بعمق يعرف الناس تماما ماذا يفعل ويحسون فعلا بالبركة التي تعطى لهم عن طريق رشمهم بعلامة الصليب المقدس وعن طريق العبارة نفسها. والشعب أيضا حينما يرد ولروحك أيضا، هل يقصد صلاة من قلبه للأب الكاهن أن يكون السلام مع روحه، أم هو رد روتيني على عبارة روتينية؟ هنا يبدو الفرق بين روحانية الصلاة التي تقصد ما تقول وتفهم ما تقول وتصلي بروح وبفهم وعاطفة، وبين من يصلي بطريقة روتينية ويقول كلمات لا يدريها وربما لا يقصدها، لا يدريها وربما لا يقصدها، لكنه تعود عليه. إذا دخلنا في هذا يمكن أن ندخل في بعض الصلوات الأخرى وكيف تتحول إلى روتين، مثل من يصلي أبانا الذي وهو لا يعني ألفاظها ومعانيها ولا يدخل إلى أعماقها وروحياتها، وربما يقولها بسرعة ويصل إلى آخرها وكأنه لم يعبر على تفاصيل الطلبات، يعني بسرعة كده يوصل لآخر إليها خلصت ما أخدش باله من اللي فيها.
هنا وأحب أن أقول ملاحظة بتحصل للبعض أو لكثيرين. ساعات كلما يزداد حفظ الإنسان كلما تزداد روتينيته. ومحض ما يكونش حافظ يبقى كل كلمة بيقولها وهو فاهم، يعني حافظ يقر بسرعة وهو مش واخد باله قال ايه. وجايز ينتهي مما قالوا دون ان يعرف ماذا قال. وبهذا الشكل كثير من المزامير يقولها الانسان وهو يحفظها وكأنه لم يقل شيئا، لأنه هو حافظ بيكر 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 لغاية لما يوصل للآخر عشان يقول اللي بعديها. وعلى رأي مار إسحاق قال: إذا حوربت بهذا الأمر فقل أنا ما وقفت أمام الله لكي أعد ألفاظا. أنا واقف أصلي مش واقف أعد ألفاظ. في واحد يقول مزمور بجدية وبروحانية وعمق، والمزمور يخرج الشياطين. في واحد يقول 70 مزمور أو أكثر في صلاة الأجبية وكأنه لم يصلي صلاة واحدة. مع عمق صلاة الأجبية ومع روحانيتها ومع فائدتها، لكن الغلط في الطريقة التي صلى بها بأسلوب روتيني. يا ليتنا نراجع أنفسنا في صلواتنا وكيف نصليها، وهل ندري ألفاظها، وهل ندري معانيها، وهل ندري الروحانية التي فيها. وبالمثل الصوم، الراهب يصوم جميع الأصوام، وأيضا هل تتحول أصوامه إلى روتين؟ والتناول، الراهب يتناول كثيرا، فهل يتحول تناوله إلى روتين؟ ماذا أقصد بروتين؟ يعني إنسان تعود أن يتناول فبيتناول من أجل التعود. مسألة الاستعداد للتناول ربما لا تخطر له على بال، أو إنسان بيتناول لأن ده الدور بتاعه، جه عليه الدور في الصلاة أو الدور في الخدمة فلازم يؤدي دوره، مستعد غير مستعد، تائب غير تائب، غير قلبه ما غيرش قلبه، دي أمور ما مش وقتها، المهم نؤدي الدور ونبدي حلها ربنا بعدين. أو جايز ما يفكرش فيها خالص، يعني ده لو فكر فيها وقال لي حلها ربنا يبقى معناها في ذهن، لكن ربما أصبحت المسألة عادة ودور، وربما مرس زي ما يتحول الكهنوت إلى مرس والخدمة إلى مرس، يبقى الدور بتاعه في الصلاة مرس برضه. ومسألة روحانية أو صلاة، مش الكل طبعا كده، في ناس بيصلوا كله روحانية، لكن أنا بتكلم عن من يخطئ وتتحول عنده إلى روتين، زي ما قلنا عن المزامير بتتحول عند البعض إلى روتين والبعض بيصليها بروحانية، لكن البعض بيقول إنها قانون. قانون يعني فرض مفروض عليه لازم يؤديه بغض النظر عن عنصر الفهم وعنصر التأمل
وعنصر العاطفة وعنصر الصلاة وعنصر الحرارة وعنصر الخشوع، دي جايز ما مش موجودة أو ما بيفكرش فيها كتير. وبعدين الكنيسة وقدسية المكان هل تتحول أيضا إلى روتين؟ الذين لا يعيشون في الدير ويأتون لزيارته يشعرون ببركة المكان وببركة تراب الدير وأرض الدير وليس الكنيسة فقط، وببركة كل مكان في الدير بل كل جدار يضعون أيديهم على الجدار ليأخذون بركة. وبركة البرية نفسها يعني مش بس الدير، يعني المناطق المحيطة بالدير، الأرض، الصحراء. هل تدخل قدسية المكان في الروتين ويفقد الشخص شعوره بروحانية المكان وقدسيته وهيبته ووقاره؟ أم يحتفظ بخشوعه في الدير وفي الكنيسة؟ أسئلة تمر بخاطر الإنسان، وأنا أخشى أن تتحول الروحانية إلى روتينية وتتحول العبادة إلى عادة وتتحول المزامير إلى تلاوات أو قراءات وتتحول الألحان بكل ما فيها من عمق وروحانية إلى هزات وموسيقى. وبعدين الإنسان يجد نفسه أخذ شكلية من حياة العبادة وترك العمق الذي في الداخل، أخذ شكلية من حياة العبادة وترك العمق الذي في الداخل ويعيش في الحياة الروحانية زمنا وكأنه لم يبدأ بعد. المسألة إذن تحتاج إلى جدية وتحتاج إلى فهم وتحتاج إلى ممارسة في إطار الفهم والجدية. وإن الإنسان يقصد من عمق قلبه كل عمل يعمله، هنا ونقول إننا نقف وقفة صريحة مع أنفسنا في هذه العناصر وفي غيرها. ونشوف معناها. زي مثلا الخدمة. ولا أقصد هنا الخدمة خارج الدير، إنما أقصد الخدمة داخل الدير. إنسان بيعطى خدمة في الدير، هل يقصد كلمة خدمة فعلا بأنه يخدم أشخاصا أو يخدم قطاعا معينا في الدير أو مسؤولية، أم يتحول الأمر عند البعض من خدمة إلى سلطة إلى نفوذ، وتصبح دائرة خدمته هي دائرة نفوذه
ودائرة سلطته ودائرة استخدامه لكلمته وهيبة هذه الكلمة. وربما يتعالى الإنسان في الخدمة، وربما يتنرفز على غيره، ربما يؤمر ويسقط، ربما يقول لا حين يكون بإمكانه أن يقول نعم. ثم نسأل بعد ذلك عن كلمة خدمة، نجد إنها فقدت ألفاظها، الألفاظ ما بقتش لابساها كده، مش خايلة عليها يعني، مش خايلة عليها. دي بتحصل في العالم برضه. واحد يقول ان هو خادم كنيسة كذا ويقصد ان هو رئيس كنيسة كذا، يعني مش يقصدش خادم بمعنى كلمة خادم، تحولت الى روتين، يعني كلمة بقت روتين بقتش تقصد معناه. ونبحث عن روحانية الكلمة فلا نجدها. هل أنا في كل عمل بيعهد إلي به في الدير بشعر إن أنا خادم هذا الموضوع؟ خادم يعني تحت أمر الدير فيه، تحت أمر كل واحد يطلب مني فيه، أنا خادم هذه المسؤولية، مش أنا رئيس هذه المسؤولية، أنا خادم هذه المسؤولية، بقوم بخدمة الدير في الناحية الفلانية. يا ريت نعمل كده، يا ريت نعمل كده، يا ريت كل كاهن وهو بيغسل يديه قبل القداس وبيقول أغسل يدي بالنقاوة يكون فعلا بيقصد إنه بيغسل نفسه بالنقاوة لكي يقف نقيا أمام الله في هذه الخدمة، مش مجرد بيغسل إيديه بس كطقس، يعني مجرد طقس بلا روح، لا يقصد روحانيته. طبعا الموضوع ده فيه تفاصيل عديدة جدا، بس أنا قصدت هذه الكلمات كعينات لموضوع الروتينية، ولكن علينا أن نفكر في موضوع الروتينية في كل تفاصيل حياتنا الرهبانية لكي تكون حياة روحانية عملية مقبولة أمام الله الذي له المجد من الآن وإلى الأبد. آمين.